Parze antset vor diroch miçamdutyuna desnes. Marren zetak tatqder tchuf tadakhul ar-rab. Yerp gsenk marze antset vor desnes. Wat elli menqul marren zetak tatqder tchuf imat kismech yes gehaskanam. Ana bifikri bifham vor diroch nergayutyun yev miçamdutyuna desnele gareli e. انه تدخل رؤيه تدخل الله ممكنه هناراور ومتاحه انور يراونك مزي دروازه وبحق لنا نشوفها يف منك مارميني ميج ابرات ادن ونحن وعايشين بهالجسد انش بس كسورفينك مير انكنوتيونا ابريل مثل ما منتعلم كيف نعيش هويتنا انش بس كبورتسينك بورتساروتيون شاهيل مير اروريا تبكرن ومثل ما منجرب انه نكتسب اختبار من احداث حياتنا اليوميه جيش نوين سيفوفال كبورتسينك مير انس مارزل بنفس الطريقة منجرب إنه نمرن زواتنا. أستدزومي تشامدوتشونا فايللو هاجاراك بولور أشخادانك نيرون يف تبكرون تيماتس. بوجه كل العوائق اللي بتشتغل ضد اختبار تدخله. وربسي من غارنانك بناغانز قال أيت نرجعيتيام مج أبريلو يف زارايلو. لحتى نحنا نشعر الوجود بمحضره والخدمة بمحضره شيء طبيعي. Մենք դիրոջ ստեղծագործության համաձայն հոգևոր ինքնություն ունեցող էակներ ենք։ نحن بحسب خليقة الله كائنات روحية։ Մեր առաջին բնույթը հոգևոր էր։ كياننا الأولي كان كيان روحي. مخكي مج إن لينيت كير ديروش من باجن وتسان مارم نور يغوارا تشينا. من بعد ما نحنا سقطنا بالخطية وانفصلنا عن الله صار الكيان الأولي هو الكيان الجسدي. يمر شنچ ورب منالوف هوكي وروتنن اسكساف مارمينن سنانيل امن دساك جيرك تسانغوتيون يف باباكنر كتنفي مير شونشين ميتش ونفسنا وقت اللي تيتمت من الروح اضطرت تعيش تحت تأثير الجسد وهيك صار فيها كل انواع الشهوات وال خطايا يف مخكي ميتش يغازادن نيس مير اراتشين اردهايدفوغ بنويته مخكنر قام شنشاورنر وتحت السقوط بالخطية أول تعبير صرنا منعبر عنه هو الشيء الجسدي هو الشيء النفسي الصائد منك زنانك متسانك سورفتسانك نحنا خلقنا كبرنا وتعلمنا ورورال كاتسينغ ومحل ما رحنا ديسانك ميغك ازدتسوتيونا شفنا الخطية وتأثيرا اندانيكين ميتشال ازغاغانيرو ميتشال مشاغويتين ميتشال ان كان بالعائلة ان كان بين الاقارب وان كان بالمجتمع يا بابا فيرتشو هوكيفور يغانغ فيرستين زنون تستاتسانغ ومن بعدها جينا للايمان واختبرنا الولادة الجديدة يا بسكسانك بادرازميل ور انسيالين مير ميتش ված օդար հետքերը փճացնենք եւ միայն լավը կործածենք ու بلشنا نحارب حتى نتخلى او نتحرر من اثار الكيان القديم ونبس نعيش الجديد الصحيح անինչ որ հինին հետ կապված է كل شيء كان متعلق بكياننا القديم مش هوكيفور دسنلو եւ հետ կործակցելու հագարակ է هو دائما مضاد لرؤيه الامور الروحيه والتعاون مع الروح Քաղաքացիս 5:16 بي غلاطية 5:16 Աստված անոր ամար այդպես սրավ, որովհետև հոգին մարմինին հագարակ գցանգա եւ մարմինը հոգին հագարակ գցանգա Allah عمل هالشيء على انه تكون الروح بترغب بعكس الجسد والجسد بيرغب بعكس الروح Ասոնք իրարու հագարակ բաներ գցանգան եւ գփափակին فهل اثنين بيرغبوا بامور معاكسه او مضاده لبعض եւ անոր ամար հիմա որ ես մեծեր եմ աս աշխարի մեջ ولهالسبب انا اللي هلا كبرت بهالعالم ինչ կանալ քիդություն ունիմ բայց աշխարի մշակույթ بافاغان ارماتներ ունի իմ կյանքիս մեջ ما بهم قد انا عندي معرفه بتضل سقيفه هالعالم في الا جذور بحياتي նույնիսկ իմ ամենալավ որոշումներուս մեջ գրնա գտնվիլ բահմը հունդը սերմը տշնամին թրված وحتى بأفضل حتى بأفضل القرارات اللي أنا بتخذها بضل في أثار لبذرة زرعة الشيطان. أنور همار يس إم هواتكوفس شانكنم ور مارزم أنسس
هوكيفور أبرلو. لهالسبب أنا بجتهد بالإيمان حتى أعيش الحياة الروحية أو المبادئ الروحية. أنور هماري ور منك جمارزينك ميرانسا. نحن لهالسبب من مرة زويتنا. بجت مير مارزيلا جفيرا بيري استدزوهت إنش بس بك خصي من هد. مش إنه تمريننا لزويتنا بيشير إلى إنه كيف لازم أحكي مع الله. بجت يتتسركت فير إن السور بوكينغ هانكشي. أو مش إنه إذا رفعت إيدك بحل عليك الروح القدس. أي سبس إن إس باراك كيشنة. أما إذا عملت هيك بينزل رفيع. أي سبس إن إس لاين كيشنة. إذا فتحت إيدك بينزل اسميك إير ներգայությունը վայելելու ցև չէ որ գսորվինք نحن مش عم نحكي عن انه كيف نتعلم طريقه حتى نختبر حضوره որովհետև արդեն ներգայ է لانه هو اصلا حاضر ինչպես որ է مثل ما هو գմնա որ ես իմ մարմինիս մեջ ցանկիս մեջ փորձառությունը ավելցնեմ մարզեմ անցս بيبقى علي انه انا زيد من اختباري بهالموضوع بحياتي ومرن ذاتي ոչ ոք ուրիշեն լավ է ما حدا احسن من الثاني ոչ աշխարհիկ իմաստով լավ այդ հոգևոր իմաստով ما عم بحكي انا بمعنى اللي بيستعملوه بالعالم انا عم بحكي بالمعنى الروحي նույն արյունով մաքրված ենք نحن مغسلين بنفس الدم նույն հոգիով լեցված ենք مليانين بنفس الروح նույն հավիտենական մարմինին միացած ենք ومنضمين لنفس الجسد الابدي بولորս նույն մարմինին միացած պիտի ապրենք հավիտենականությունը وكلنا رح نعيش الابديه كلها بنفس الجسد բայց մեզ մե յուրաքանչյուր վարձատրություն بدوننا إنك زينك مارزلون يواديكا أبرلون شابوف ولكن كل واحد منا لحينال المكافأة بحسب قديش هو مرن ذاته وعيش هالحقيقة بغوص راكيال شات هستك كسي آيس ماسين بولوس الرسول بيحكي عن هالموضوع بكل وضوح هيدا بابر آي دبات جارة ورمين مارزنك ميران سيرا فإذن هيدا هو السبب ليش نحنا من مرن زواتنا وربسي ديروش ميشامدوتشونة اسكسينك دسنل لحتى نبلش نشوف ونختبر تدخل الله ورويد مينش از بادرازمين ميتشنينغ لانه بينما نحن بهالحرب مينش كبورتسينغ مير هافاداتساتس استفادز بيرل بولور بايمانيرو ميتش ونحن وعم نجرب انه نجيب ندعي الله على كل الظروف اللي عم نمرق فيها شادان كام غوزينك فور انك كا يف دشواروتيون فيرتسني باي تشيكار مرات كثير بدنا اياه انه يجي ويشيل يلغي هالصعوبه ولكن ما بيجي ورويد منك هرافيرينك ايرن فور مير كورزانه لانه بنكون عم ندعي تا يعمل عملنا نحن انك نالك سباسي فور منك مير كورزانينك وهو ناطرنا تا نحن نعمل شغلنا يف هدفافار منك مارزينك ميرانسه որբեսի մեր բաժինը ճիշտ ունենք فبالتالي نحن بنمرن زواتنا حتى نعمل دورنا بطريقه صحيحه يف كيتنانك ճիշտ գեցվածքով ապրիլ ونعرف كيف نعيش بموقف صحيح որոն հիման վրա ինք հրավերի բեք չունի արդեն իր կորձը բիդնե اللي على اساسه هو بطل ناطر شيء ثاني هو بيعمل دوره որովհետև արդեն ինքը սկիզբեն վերջացած է կորձը لانه هو اساسا من البدايه مخلص العمل كله կրված վերջացած է كله مكتوب وخالص امبورتش بادراستي كان يوكي اسكتسا وكله حاضر ومهيأ كما حتى هن مي غارتار استوكيلو همار ما تقرا الكتاب المقدس حتى تتاكد من الحقيقه اسفاز شونش غارتا وربس انك هيدا تخوسي اقرا الكتاب المقدس حتى تسمعه عم بيحكيك انش ور ايس كيركين ميتش كرواز غارتا وربس انك كيزي هيدا تخوسي كل شيء مكتوب بهالكتاب راع على اساس انه هو عم بيحكيك تانسرانالوت اسكاتشومنيروت اغانش ميدار وما تهتم لمشاعر الزهق والملل نونيس كيرب انو نيرا غارتاس حتى وقت اللي عم تقرا الاسامي غارتا هافاتكوف تسور بوكين كراز غارتاس بيتكي ميتشو اوكودلا را بايمان انه الروح القدس هو كتبهم فاذا اكيد فيهم فايده فارجيتسور انست فور مينش غارتاس انك كيزي خوسي عود حالك انه انت وعم تقرا يكون عم تسمع وعم بيحكيك وربسي كو جيانكيت ميج اير متنلون جامبان شينفي لحتى تكون عم تبني الطريق اللي هو رح يدخل من خلاله لحياتك هدفا بار اسنل غ بارتسراتسنيك وفستاهوتيونت ديروتش فرا فعملك هيدا بيزيد من ثقتك انت بالله كيزي غسم تي جايرستون يواد جايرين ورا بيدي شينم ام يگيغيتيس زورمان انكام ايران بوغت زوروتيان بيدي چگرنا هختهارل ماتيوس 16:18 بمتى 16:18 قال له يسوع لبطرس انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها تونك خيجمنس كارمنس انت حجره صغيره
եւ ես քեզի մեծ ջայրին վրա պիտի տնեմ ու انا بدي احطك على الصخره الكبيره որ քրիստոսն է اللي هو المسيح անդեղը պիտի շինեմ այս ճշմարիտ վկայություններով եկեղեցին ու لح ابن كنيستي على الصخره من خلال الشهادات الصحيحه الحقيقيه որունտեմ թժոխային ուժերը պիտի չգարենան տենտնել اللي كل قوى الجحيم ما لح تقدر انه تقوى عليها قام պիտի չգարենան վնաս հասցնել وما لح تقدر تأذيها كيدك انشر بيدروسين اردايدوتيونه تعرف شو كان تعبير بطرس قبل هالحكي تون كريستوس نس استزو سورپ قال له انت المسيح قدوس الله بافارار وازر دير يسوس ادور ورا ايس باداسخانه دالو يگيغيتس يسوع اكتفى بهالجواب حتى يعطي هالوعد للكنيسه يرب انس قام يگيغيتسين گدارابي اس وگايوتيان دوغوس باكسازيسلوف گدارابي وقت اللي الانسان او المؤمن او الكنيسه بيعانوا بمواضيع بيعانوا لانه مستوى هالحقيقه بحياتهم بيكون نزل يرب اشخاري ورا كريستوس غتاوانيس وقت اللي انت بتعترف بيسوع بالمسيح بهالعالم ام بورت سردوف من كل قلبك هافاتكوف بكل ايمان فوتش كيدوتيام وارجواتز لالوف يغيغيتسي زافاغيسسيلوف مش بمعرفه فكريه معود عليها لانك انت بتجي على الكنيسه تجوخكين ترنيرا بيدي تشباتسفين كوتيمت بوقت ابواب الجحيم ما لح تقدر انه تنفتح قدامك تشنامين اشخادانك بيدي تشغارينا وناس حسنل كيزي وعمل الشيطان العدو ما لح يقدر انه ياذيك او ورزيسك تاواني يرغري ورا يسال زينك بيدي تاوانين فيرا هورس يفرشتاك نيرون ارشيف كل مين بيعترف فيه بقدام الناس وبهالأرض أنا رح اعترف فيه قدام بي والملائكة. I think إن يبر كذي بام ما بدأ يسوس بدي سفر ورناير إم زواجي سينش كنا نهرش تأنير كذي أوك نتيام بديك. يعني أول ما يصير معك شيء يسوع من فوق رح يقول لك شو عم بيصير بابني ويبعت الملائكة دغري لنجدتك. كذي أوك نتيام بديك. رح يجوا لينجدوك. جس كنا يريوا قال إنش كان بزديك بانيرو عن كم أوك نتيام بديك. ما فيك تتخيل قديش بيجوا تيساعدوك بأصغر الأمور. هدهوار بك չէ որ մենք վախի մեջ ապրինք فبالتالي ما لازم نقبل انه نعيش بالخوف بك չէ գասկածի մեջ ապրինք ما لازم نعيش بالشك بك չէ մտահոգության մեջ ապրինք ما لازم نعيش بالهم պետք է ամեն բանի համար դիրոջ արչև գնանք մեր ցանկի աղբյուրեն որբեսի մենք սնունդ առնենք եւ هاكينانك لازم نوقف قدام الرب بكل الامور اللي هو منبع الحياه حتى نتغذى منه يبدا يسوس تشوريرون وراينغ كالير يا واشاغيرنيرون صاف مي واخنا كاتشيريك يسم وقت اللي يسوع كان ماشي على وجه المياه وقال لهم للتلاميذ لا تخافوا تشجعوا هذا انا يسوس كوكار ير اشاغيرنيرون واخ بوخيلو ير نيرغايتشينوف يسوع كان جاي حتى يغير الخوف من خلال حضوره واخ يف بولور انور زافاكنيرا تشن بوخفير أرمادغان باتسي يربير نرجعي تشونو كوكا. الخوف وكل أولاد الخوف ما لح يتغيروا بطريقة جذرية إلا وقت اللي حضوره بحل. فيليبيتسيس تشورسفيتس بفيليبي 4:6 ويه وبان توخش مداهو كتز عيل مشت تراغوت نرون يواغا چانك نرون ميج كوها بانوتيام استوزمي خنترتسيك انش باني ور غاريك غزكاك لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يرفقاي سوربوكين مداهو كتيام ميج دارا بغنرون اس نماغ غغرغي. تخيل انه الروح القدس عم بيرسل هالرسالة للأشخاص اللي هن عندهم هموم. انش بس قرنام نقادي تشارني لرسادز. كيف فيني انا ما اخد كلماته بعين الاعتبار؟ انش بس قرنام داقاوين اريد دال واخين ورين جيانكي سميج كورزي. كيف بعد فيني اعطي مجال للخوف انه يشتغل بحياتي لسكنش كسه يواين ادن استذو خاغوتيونه ور ميتكوف غاريلي تشي هاسكنال خاغاغ بيدي باهيتسر سيردرن و ميتكيرا ورون كريستوس هيسوسي مياتازن وشوف شو بيقول من بعده بيقول وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع amplified version in meche gese بالترجمه الموسعه بيقول بام توخ تشمداهوكيتس ما تخلوا شيء يشغل بالكم يرب اي سينكن مداهوكيتش بام الا يعني وقت اللي بتواجهوا شيء بيسبب لكم الهم
Tuk hagarak գեցված առնելով քոհապանությամբ աստուծո մեջ խնդրեցեք انتو خدوا موقف معاكس لهالهم واطلبوا من الله بالامتنان بالشكر واخين հագարակ խոսեցեք يعني تكلموا بعكس الخوف كانيوكي كده واخي يغازادن ինչպես գսուզեմես كم واحد بيعرف وقت بيجي الخوف كيف بيتغلغل فينا بس تون հագարակ խոսելու սկսիր فانت تكلم بعكسه يركي մեջ կսեինք Over the gare to Jose Zoravorem. مثل ما قبل شوي كنا عم نرنم ونقول ليقل الضعيف بطل انا. I think an honor gum kapendrink. يعني نطلب مشيئته. Yer pasvats gse mimdaok virtun betke hamapadaskhan badaskhan das anor. وقت اللي هو الرب يسوع بيقول لك ما تهتم لازم انت تتجاوب معه بطريقه موازيه. يرب قسم مي واخنار وقت اللي بيقول لك ما تخاف بدي اسس بدك اسس يس بدي شو واخنام لازم تقول انا ما راح خاف يس بدي شو واخنام انا ما راح خاف إيركزي سادين هما باداسخان باداسخان ما بدك داس يعني تجاوب معه بحسب الكلام اللي عم بيقول لك اياه որևէ մեկ բանի համար մի մտահոգվիր երկուսը մի մտահոգվիր وقت اللي بيقول لك ما تهتم ما تهتم لاي امر մտահոգվիլդ մարդկային է الهم شي بشري բայց եթե մտահոգությունդ գասնի դերմը որ այլևս մի բիդի մտադան չվիս ولكن وقت اللي الهم بيوصل لانه يكون عم بيعذبك بافكارك այլևս քու բարդականությունդ ընելեն հերու կնած بيكون عم تزيد او عم تعمل اكثر من واجباتك համարի մեջ կսե միշտ եւ ամեն ինչի մեջ աղոթքով եւ աղաչանքով խնդրեցեք աստուծո մե بهيدل اي قال انه قدموا طلباتكم وتضرعاتكم بكل الامور وبكل الاشياء ինչ բանի որ գարիկը գզկակ بكل حاجه بتحسوا فيها դեսեք غاسكادزنر غاخيال فيجاكنر شي تسكر هاي سامارنر امي شوفوا الايات هدول ما عم بيتركونا اي مواضيع معلقه غير واضحه مزي تسيف غودا استوتسمي ارنيل انشبس غلا عم بتعلمنا كيف بنقدر نستقبل من الرب باتفوريفي غاخيال فيجاك شي تسكر ولكن ما بتترك اي شيء مش واضح معلق ميا اوتر دير هاجي سينزي اوكنيسلوف ما تقول ما تصلي وتقول يا رب الله يخليك انه او بترجاك ساعدني amplified version image كسه توخ كو خنترانكت هايتني انس استاذو بالترجمه الموسعه بيقول اظهر طلبتك لله واتش ذا دردونشت مش تذمرك واتش ذا واخت مش خوفك يا كو خنترانكت مي انجل لفير هافاتكوف وطلبتك رح ترتفع لفوق بس وقت اللي بتكون بالايمان يا باردي ميوسي ورتين مارغوس داسين ميج مودينار يف غاغاتشير تافيتي ورتي وغورمينزي وقت اللي بارتيلو ماوس كان ماشي على الطريق وكان يسوع ماشي حده وبلش يصرخ ويقول له يا يسوع يا ابن داود ساعدني دير يسوس غانشيت سيرن يوانيغا يغاف كوفا الرب يسوع دعاه قال له جيبوا له عندي وهو اجى لعنده يغاف ميغا فورغويرر اجى وهو اعمى Եվ գոկնեին իրեն որ Հիսուսին ասնի։ Ու կենո ամ բիսադու տա իقدر يوصل لعند يسوع։ Եվ դեր Հիսուս ասավ. Ինչ կուզես ասնեմ քեզ։ Ու ռաբի يسوع قال له شو بدك يعني اني اعمل لك։ Ինչ կփորձես երաս մարդուն։ Շու կեն ասդու يقول له لهال زلمه։ Գարձես չսկաց սորանիգա գույրը պետք ունի դեսնելու։ Ինո յատուրա ما حس انه هو اعمى وبده يشوف։ Աղաչած ցեվը սխալեր։ ولكن الطريقه اللي كان عم يتوسل فيها كانت غلط։ Հստակ ասե ինչ գուզես قول بكل وضوح شو طلبتك جرونագան բարերով մի փորձեր իմ սիրտը շարժել ما تجرب انك تحرك لي مشاعري بكلمات ديونيه խաչին վրա քեզի համար մերնելես ավելի չի գրնար շարժիլ սիրտըս لانه ما في شيء رح يحرك قلبي اكثر من اني موت كرمالك على الصليب հստակ խնդրանքը դիրոջ արչև դիր فوضح طلبتك وحط طلبتك بكل وضوح قدام الرب Դավիթ կսե Երբ մահվան շուքին ծորին մեջ քալեմ չարեն բիդի չվախնամ Դավուդ بيقول انسرتو في وادي ظل الموت لا اخاف شرا Եբրայեցի 13:5 հետևյալը կսե Գեսենանտին որովհետև Աստված ինքը կսե փնավ երեսի վրա բիդի չցկեմ եւ բիդի չլքեմ քեզ بعبرانيين 13:5 بالنص الايه بيقول الله بيقول لك لا اهملك ولا اتركك Եվ յետք Փեն Դիմոթեոս 1:7-ը գսե, որովհետև Աստված իր հոգին մեզի տվավ, որբեսի
մեր վախկոտությունը հաղթահարենք եւ զորանանք, սիրով լեցվինք եւ զգաստ կյանք մվարենք. وبي رسالة تيموتاوس الثاني الإصحاح الأول الآية 7 بيقول الله لم يعطينا روح الفشل أعطينا روح القوة والمحبة والنصح وربسي مير واخكو دوتيونا هاختهارينغ لحتى ننتصر على مخاوفنا يتك زورانانغ ونتجدد نقوى سيروف لتسفين نمتلي بالحب ازكاس جانك ما وارنك ويكون عنا تعقل نصح اي بيتروس هنجيوت هنجسي ببطرس الأولى 5-7 بيقول بيتسين هوانا بار هدوا بار استدزو هزور تسيركين داك خوناريتسيك وربسي يرب هارمار جاماناكا تسيز بارساتسنه تسير هوكير استدزو تسكيتسيك وروبيدف إنك ابتداء من الآية السادسة بيقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم الإنسان ما خلق حتى يتكلم بأمور الخوف السلبية وشال خصي أين بانير ور إنك قدسني قام قزكا أو إنه يتكلم بالأمور اللي هو بحسها من محيطه. مارتي يغادز ور أسا إنش ور جزء إنك دسنل. الإنسان خلق حتى يتكلم بالأشياء اللي هو بده إنها تتحقق. يب أسا إنش ور جزء ور إنك أزكى. ولحتى يعلن الأشياء اللي هو بده إنه يحسها. يس هختاجان بيدلام. أنا رح كون منتصر. يس أراخ بيدلام. أنا رح كون فرحان. إيم أراخو تيونس ديروش منه. فرحي من الرب. ور يرجينك ويرجير قستيل. خالق السماوات والأرض. يتى مهوان شو كين صارين ميشال أبريم شارين بدي شواخنا. وحتى إن سرت بوادي ظل الموت ما رح خاف من الشر. تيف تشنامين إيم تشورسكومس بعد بيت درة زيس بدي أزادة. وحتى إذا أحاطني العدو من كل ميلة الرب رح ينجيني. تيف هزارavor نريم شخص كومس كان دير إيم بهابانسه وحتى لو آلاف جو علي قاموا علي إله هو حامي مارت بدي خصي سه إنش فور جزء زكال يفدسنل الإنسان لازم يعلن شو بده إنه يختبر وشو بده إنه يحس أستفاد عيد بس يف مارت عيد بس استخدت الله هو هيك وهيك خلق الإنسان تيكون مثله مي خصير بناف كو واخرد خصي إنش فور جاكنجاليس دسنل ما تتكلم أبدا عن مخاوفك بل تكلم عن شو بدك إنه يتحقق خصي أباكايتا مار أستدزو زراكير نيرون هماتساين تكلم عن مستقبلك بحسب خطة الله وروف سيريس غامووتش بيرشاوروتيان بيديلا إنش فور خصيس لا وإن كان عجبك أو ما عجبك بالنهاية اللي لح يتحقق هو الكلام اللي أنت عم تحكيه. يرب خصيص سكاتات نرد يفخرت. وقت اللي بتتكلم بمخاوفك وبمشاعرك. تون خصيص أباكايتا مار بانير ورتشس وزير الله. أنت بتكون عم تتكلم عن مستقبلك أشياء أنت ما بدك إياها إن تضل أو تصير. أنا رامار قرطة أستدزو خصك. لهالسبب را كلمة الرب. انتونا زين يرتيركو سيرديت ماتش بلا وحط حفظة بقلبك غارزس استفاد سكيزي عديقا قصير نفيروموف انتونا كأنه الله عم بيتكلم فيها مباشرة لإلك بلا بكل تكريس ان ساقارق نفيروموف انتونا بلا بكل تكريس ما فيه مساومة اينا دين بدي اسكاس استدزو باركك وميتشت بوقتا لح تشعر بمجد الله بداخلك يه بدي اسكسيس اسكال عين بس انش بس ان قوزي كيزي همار ولح تبلش تشعر شو هو بيريد لإلك يرب خوسك هاغاراغورتي كورزين تيماتس كتنس كو سيرديت ميج وقت اللي انت بتوضع الكلمة بقلبك بوجه عمل العدو هاغاراغورتين اسكاتسازنرون غوخكين بيدي نايف اسكسيس اسكال استفادت انش كوزيكيزي عمار بالاضافة للمشاعر اللي عم بيحطها خصمك فيك لح تبلش تحس بالمشاعر اللي الله بيريدها لألك انش كان استدزو خوسك كتنس كو ميتشت وعقد ما تزيد كلمة الله بداخلك انور بارك ايت كان ازكالي بدي إلا كو ميتشت عقد ما لح تشعر بمجده أكتر وأكتر اغوت كيم ادين بارك وزيتير سلو بارك كيزي بدي تشاهايت نبي مجده مش لح يجي بس لأنه انت طلبته بصلاة
معينه اغوتكيادن وروفيديف سير دير يغور كو باركوفت قدرك لوخه تشناميين بدي تشيكا بدي تش قدره هو ما راح يجي لانه انت قلت له بوقت الصلاه انه يا رب تعال وكسر راس العدو ما راح تشوفه اجا وكسر راس العدو بدك تناس استدزو بارك انشبس كوكا انت لازم تفهم كيف بيجي مجد الله اصفات البارك من دغ تنه الله هل بيوضع مجده وين ما كان بوشت اصفات سهمانات وروشات زير بارك ميان ورغانكشي ام الله محدد الاماكن اللي مجده بحل فيها صاغموس هاير 38:2 قسه بمزمور 138:2 بيقول يرغر باكوتشون بيدي انم تبي كو سرب تاجارت يف كو انوانت كوهوتشون بيدي مادوتسانم كو وغورموتشونت او جشماردوتيانت համար واسنزي كو بولور انونت فير مت تصير كو خوسكت أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. أصفاتك سيس إم باركس وتش وكي قدام. الله بيقول إنه أنا ما بشارك مجدي مع حدا. هذا بار أستدزو بارك جهايت نفي ميعين الخوسك مج. فبالتالي مجد الله بيظهر بس بكلمته. وربور الخوسك جا محل ما كلمته بتنوجد. هون إير بارك جهانكشي. هونيك بحل مجده. يف هون إير بناجار أنا داجار قلا. وهونيك بيكون هيكل لمسكنه. يتدغم إير خوسكين هما تساين كشين وات هون إير بارك تيانكشير. وإذا في مكان مش مبني بحسب كلمته مجده مش لح يحل فيه. نوينيس كيته هانك تشاتزي بوبوخو وحتى لو مجده حالل بهالمكان وقت اللي بيصير في تغيير بيرجع بفل بالعهد القديم وقت اللي بنوا هيكل للرب مسكن للرب بالخيمة اجا وحل مجد الله وولع اشعل الذبيحه يب داجار شينتين وقت اللي بنوا الهيكل جيش انش بس دير غزر بالضبط مثل ما الرب وصيهم غراغي تشاف يب وارد زوه نزلت النار واشعلت الذبيحه بس يب داجار يب ميجي بانر بوخيتين ولكن وقت اللي هن غيروا بهالهيكل وبالاشياء اللي فيه يرميا يزيك يا ميج كسي استوتو بارك يلاف داجار نقرا بارميا انه مجد الله ابتعد عن الهيكل فير بارتساتساف ارتفع لفوق دير جهانك ديروج بارك جهانك شي هون ورخوسك جا مجد الرب بحل بالمكان اللي في كلمته ساغموس هاير يرقود اصنفيت بمزمور 102:16 دير بدي شيني سيونا إير باركوفا بدي يرفنا إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده صهيون يجغتينه تراختنه صهيون هو فردوس الله هو كنيسة الله هون بدي يرفي إير باركوفا هونيك لح يظهر بكل مجده يوانيكا بدي الله يردونا هل مكان لح يكون مسكن لإله أنيكا راتشين أنكم وربس يجغتي إم يكون مجنه هو ببداية ككنيسة نحنا موجود فينا كلنا. يف كذي قسم تتون جايرس يف كرزماني تجوخ كتر نرى بدي تشبات سفين كتمت. وأقول لك أنك بطرس أي حجرة وعلى هالصخرة ابن كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. يرب تجوارو تشون واخ نغو تشون هيوان تشون كو تورت كزارنة. وقت اللي الدي الصعوبة الخوف والمرض بدق بابك تنرك نابس شين وازس انت لح تكون مبني محضر من الداخل انغاريلي بدي الله وراني قان ميتشت متنايف ديري ولح يكون مستحيل انه يدخل ويقدر يسود بداخل وروفيدفتون جيريرس 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 خوسك لانك انت اكلت واكلت واكلت الكلمه اي ثينك ان ليتس فيرس ليتس فيرس ليتس فيرس باركوفا يعني امتليت وامتليت وامتليت من مجده بدي تشغارينا نيرس متنل فما راح يقدر يدخل ووتش ميك بان اي شيء يرب خوسك غابريك وميتشت وقت اللي الكلمه بتحيا بداخلك كيزغ بوخن نيرسن تورس يف تشغا اوريش اوجما ور هاغاراغ بوخه بتغيرك من الداخل للخارج وما في اي قوه ثانيه بتقدر توقف هالعمل كو جيانك داربير بيدلا كو بارا باشارت بيدي بوخفي كحياتك رح تصير مختلفه طريقه حكيك رح تختلف ديريسوس الساو ايم خوسكرس جيانك يف هوكين الرب يسوع قال كلماتي روح وحياه جيانغ يهوكي روح وحيات دير ماركارين صاف ام خوسكيرس غير الرب قال له للنبي كل كلمته مارسي هضمها اسكافيلي ستاكتشر غير نار خوسي ما كان فيه يوضح الموضوع اكثر من هيك
այսինքն ես եթե մարգարեին օրերուն ապրեի հավանաբար թուղթը պիտի ուտեի այդ օրը يعني لو انا كنت بايام النبي على الارجح كنت اخذت الورقه واكلتها كان هستاغ ديروش خوسكه لهالدرجه كان واضح الرب مارسيي վերջի կնախոսե հդոմա մնիհ ու بعدين روح اتكلم فيها ولما يربتون գդարաբիս դարբեր պայմանները فاذا انت وقت اللي بتكون عم بتعاني بظروف مختلفه كله جمت حلك خوسكه Arnesku mechet هو انك تاخد الكلمه بداخلك انش كان خوسكه گمتنه گيانكيت ميچ وعد ما الكلمه رح تدخل على حياتك اين كان انور بارك گاولناكو ميچت عد ما مجده رح يزيد بداخلك يا انش كان انور بارك كو ميچت گاولنا اين كان انور بايزاروتيون تجواروتيون نيروت ميچ بيدي يرفنا وعد ما يزيد مجده بداخلك عد ما نوره رح يظهر بوجه صعوباتك يفتون بيدي دسنس انور ميچامدوتيون وانت رح تختبر وتشوف تدخله بدي زارماناس ولح تتعجب بدي هياناس لح تندهش تا انش بس انك كو جيانكت نيرس كمي چامده كيف هو عم بيتدخل بحياتك وروف دفتون اير خوسكين همار باتسادز اير باركوف بدي كيز هوانا وره لأنك انت فاتح المجال لكلمته هو لح يرعاك بمجده اتام هاكوست شونير يرباس وزيرين استغزت آدم ما كان عنده تياب وقت اللي الله خلقه أستدزو بارك هاكوستير يرن مجد الله كان لباس لألو يوالوس أدور وراسليك چگا وما بقى في شيء ينزيد على هالحكي أيسور يس يفتون گرنانك آيت باركوف بادفيل اليوم أنا وإنت فينا كمان نلبس هالمجد بايتس أسيقا قوزي ور خوسك مير سردين ميج انش بس خوسيتسانك سردين ميج اللالة متنى أمنور ولكن هيدا الشيء بيتطلب انه الكلمه تدخل على قلبك يوميا مثل ما حكينا يانك دايلوس نوينه بدي تشلا وهيك حياتك ما رح تبقى مثل ما هي ايلوس بدي دسنس فور هوكين اراچنورتوتيان ميچنس رح تشوف حالك بقياده الروح داغافين مارتس بتبقى انسان وناس لتسون هارتسر وممكن يضل عندك مشاكل ومصاعب مش هوكين ولكن الروح دائما كزيت بيد الله كزيت بيد أراشنور. لح يكون معك ولح يقودك. آمين. آمين.